قالوا إنهم بيستغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوثيقة رقم 8 الصفحة 80، الوثيقة رقم 7، لكن أنا حامشي فيها سريع. وطبعا ده كلام باطل يا أخوان. قالوا أي الزول بيعبد الله لحد ما يخلي الصلاة بتاعت المعراج اللي هي الصلاة العادية، ويحصل صلاة الأصالة اللي هي فيها بتسقط عنه الصلوات. قالوا هنا قال يتخلى حتى عن التقليد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى تقليد النبي. صفحة 80، أنا بس ما دار أطول على الناس. وربنا قال فلا وربك، ربنا أقسم ونفى، فلا وربك لا يؤمنون حتى شنو؟ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا بتستغنى عنه في الدنيا في الهداية والاتباع والعمل والتصديق والإيمان، ولا بتستغنى عنه في الآخرة أن يحشرك الله سبحانه وتعالى في زمرته. ربنا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وربنا قال عسى أن يبعثك ربك شنو؟ مقاما محمودا. نبي صلى الله عليه وسلم يشفع الناس كلهم بيجوه عشان يشفع عليهم إنه ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين العباد. لكن شنعرف القرايه،